السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وحيابها ugu faraha badan leh ee aan la kulmo inta aan social media ha ku jiro waxaa kamid ah in qof ku la imanayo mushkilad iyo problem iyo culays haysta oo uu rabo in ama la caawiyo ama uu doonayo in si uun wax mushkiladan ugaga bixi karo ama talo ama wuxuun uu u baahan yahay qofku inaad ku caawiso. كلمته وجوه الرئيسة أفكارك كصوب حتى وحويان عن كل طريق قف البابا دعيسو هذا بفير باك إذا قصوا النقطة أرن كامر ولا بوحويان محل قرنيا ها وانقرنيا إن دو إن دعيسو لكن وحديش يكتب بروبلم كان وحكلون كحلين كرو سكلون كحلين كرو مركا مر ول بقلب جيجا كوم ما هو الله بما هو صدح ما عين تو أرن كاسي يقصون النقطة دائما وحن إسويدية ومحي سببتها أين ويقي صلى الله محي إني دعادو تهي شيء حقيقي ها دعادو وشيء حقيقي يهب إلهي سبحانه وتعالى قف كستو مسلم وهديد أحان وسيء مركا هلدو ما أها إني ندد كينو دعادة جعلين لكن وإنا نيقي صنين أود يو سامين تاي دعادو كوية لنكرتو نلاش قف كبني آدم كا ما أنت وحين وكهاد لينا دعاء إيو صامين تي لتو وقتي وقفك أزمات كانوا لعيب وكتشرو حال ضفر بضم بقى إنه سوى جهان نلاش بود كده إنتين كنا نهاي ضدي إنه جهان ما يبى إنه قد إنت قاربى إنه رحنو صنيع نصيبوين كلاك وجوه بصنيع نرول بدونيسا قور بعد حبتا أولاد باند هيلين ويا وحبرشا كوكو أدك نرش بعد ميلاد كبير لو ذكر الله بحي ودار امتحان إلهي سبحانه وتعالى واختبار إنو دي بيو سدى إنو إشدو إنو إيغو بالقابك أين أولاق القلن كرنو يسدى إنو غبشي كرنو هدي آنو أدنوك حديد دبعة أو توسعة أو صحن أو كل سوري كديهان تحين آنو إلهي سبحانه وتعالى لوهين وحكو أدكاتا إن امتحان نضع وسدي للربي وأبو باسو مثل دعادو واصلو أما بحريد إيا حالي أضق وكدحي أدونك يا إلهي سبحانه وتعالى وانا مير وانا يعني الشيء وحكست إلهي سبحانه وتعالى كغضل بنكرو واحد شرت آيات عجيبة وصورة البقرة كشرت ورنتي آياتها عن أقود شعبها القرآن كإيقونا سامين تبضان لأ oo hadii aad macnaheeda iyo u fiirfiirsigeeda aad in yaroon eegto aad arkaysid kelmad kasto aayada kamidi macna gaar ah inay taaran tahay aayadu waxay tiraahdaa wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun sifada ugu horeysa ee aan aayadan ku jecelahay waxa kamid ah إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه غيري من أحب الأسماء ما قع ليسكو غيره ما قع أو قيمها بضن لك إلهي إنه غيري وأه عبادي أني قع أدو مضيبي عبادي تخيل إلهي إنه غيره أدون كيجي الله يكو أبورتي أكون كنكو كريبا كو غيري عبادي أدو ما هي غيري إلهي يري وكو ومركز تون خني كلمة داس وإيدا بنتا عبادي نحريس وكم مقطع دواشا كم مقضى يعني صفة كستو وناك سنو تستراك نحس ورو كلمة داس وكلية أياك سوتشي دانيس وتكوبا شيء كلام مميز كي وحويا أما بعد كو سوتشي دشظة لعجيب كي عيدني وحي جواب وطحي سؤال أي صحابة نويدية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سؤال شاسي محيحي تفسير كعيدة وين وإيمان دورنا سؤال شو وحا إهيد إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أي ويديين وحيرهن يا رسول الله رسولك إله يو أقريب ربنا فنناجيه ربي غيو ميو دويحي ووان برنا أم بعيد فنناديه مسو فقيه يو وان ويرنا أقريب ربنا ربي غي ميو دويحي يو فنناجيه يعني وان برنا يو سندو بانو بارنا أم بعيد مسؤول نقفك يا هيو فنناديه وانو إيادنا فنزلت هذه الآية آية أي إله سبحانه وتعالى نبي قوكسو دتشير إجابة للصحابة يضع صحابة اللوغة وابيو سؤال شيء أي ويدي النبي عليه الصلاة والسلام
waxa kale ajiibka ah qodobka saddexaad ee ajiibka ah ayadani waxa weeyaan in quraanka oo dhan saxaabadu markay nabiga wax weydiiyaan amaba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala og yahay qulubtooda inay kufaarta ku jirto su'aal ay rabaan nabi maxamed in ay ku beeniyaan nabinimadiisa inuu u sii joogi jiray sida mathalan wayas'aluunaka can ilmaxiid wayas'aluunaka can ilkhamr أسئلة فربضاً أي إله سبحانه وتعالى قرآنك قصة أرمتبة جرتة مروى البوحة لراحية قل كده نبي محمد عيداً إله سبحانه وتعالى مراحين يا وحلويري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بدون قل لما أعلم وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب لا فإني قريب وايوم حسلويري إلهي وحو الربائن وميشك الإحصاره oo hadafka laga lahaa waxa weeyaan inuu adduunku fahmo in isaga iyo Ilaahay xidhiidh toos ah ka dhexeeyo hatta siiqada aayada loo dhigay ayaa la inoo soo dhimarinay nabiga oo loo oran kulku dhe waa laga dhexsaar idan calaaqad toos ah oo mubaashara ayaa rabbiga ka la dhaxaysa uma baahnid inaad qofna ku tiraahdo in soo duceyn adaa isku filan yaa Ilaahay wuxuu rabaa inuu kaa xaririyo ood xor ka noqoto min cibaadati alcibaad إن بني آدمك أدعابد إلى عبادة رب العباد وإلهي سبحانه وتعالى أدنقطق الدون إلهي سبحانه وتعالى ستوسو وعابد إذن حر باطحي عرف كذا أيوم باكاحية إن أد إلهي وحده نسو أدويد إستو هل كان شرح آية مقاوة إيماننا إلهي محيري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أسلوب شرط بيانك فإني قريب واندوه يبني الله سبحانه وتعالى إن لينا سدو إلهي نوغو دويه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حول مريد كحدد كالله إذا ما تطعنا عليك عن تكوية الله حدد كاس إلهي سبحانه وتعالى حتى هو نوغو دويه مركان حبل الوريد معنيه سباري وحقيه صوبحة إن ليراه حول مريدك وحدد كاهل كان عن تكوية الله هل كعنت إيوه كعنت إنتي هذا خرا إيوه إنتي هذا طبق إسكاك حرمان صوم وقدم مروربة كاس على رابا ليدي حول مريدك مركا حيدت كاس ليك قاضية إلهي سبحانه وتعالى وإنه قد ويه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سورة القاف بكجرته إذن إلهي ساسكو قد ويه وتكوبات أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقيت لبعض آيات أجيب وان أجيب يا دعوة الداعي دعوة كرب إن الله سبحانه وتعالى معناها بريو إذا دعان هدوي أجيب إيسو يعني حق الله سبحانه وتعالى أجيبه أسلوب شرط بيان بالي دي مركي اللي فسري آية معنيه إذا تمام؟ إذن وإن الله سبحانه وتعالى أدقو أجيب تا إلين حدانت إلهي بريو شدو إلهي كوغو أجيب يا تمام؟ إذن إلهي وحينا لي يهي أدعو أنا إبريك وأنا أستجيب أنا إدين أجيبي وإله إليه إذن شرط بقى كل حرام إن لقو أجيبه وإن الدعي سته والربع إلهي سبحانه وتعالى إن الحق سوء حررته أو آد وحويدي سته لماذا؟ إلهي من نقول إنه بهايه بدو حدا إنه بهايه حاشا لله إلهي واك ريبي هايوانا كالشرف بذي وانا ككرام بذي عين وأدو مدي سوء بحضه إيه أذيقو الربع إن أتحرر نقطه أذيقو الربع إن النرل سوية كل نولاته أذيك الرباء إن أنا عندنا أباهن أن الله سبحانه وتعالى أنا أحيد إذن إلهي من قيدي فليستجيبوا لي هذه الدعوة بأن تدعو الله وإن إلهي سبحانه وتعالى أجيبتها فليؤمنوا بي هنأي آمنان وإن اليقين كل الدعاء وحدان دو حدا دي يقين كل النين دو حبك متشران ما هينا قبك هذا شرطوت سلاذة حي بحي يذي بالله لقو أجيب وايا بالله سدان رعدا لا يقينا وإن تصدب إلى سبحانه وتعالى أذو أجيبها إن ما قاعد إلهينا وحكم إذا المجيب الله سبحانه وتعالى وحولبه إنه أجيب دائما نك ما قاعد أسوح إمادة قرآن كيسوع ما قاعد كان كل رب ما قاعد كل رأي ما تقال مر ولبه القريب إن ربي قريب مجيب دائما لبضى حرفي لبضى مقعوي وضى صحبان قريب والله ينودو مجيب والله إن أجيبية وحكستو عينو ربنا إنه أجيبية بإذن الله إلهي وإنه دويهي
حالكينو أوجيهي، ضعفكينو أوجيهي، باهدينو أوجيهي، رفاتك أدنيا ده إنه وحي استبو أوجيهي، وحو أوجيهي وليبا وحو حالكينو كو إصلاحي أو كو هاقاقيو. إذن محا إنو تيدا إنينو بارينو، محا إنو ديدا إنينو سيقين لإنتينو وحو ويديسنو، إنينو إلهي سبحانه وتعالى حكي سو عررنو أو أينو كبرينو مقعي سأل نجيب. لنك الدراسات كانوا بايريا وحال غيابا إلا ما أنت إسوي ديسان إن موضوع عن إويا هي موضوع بحت أه يعني موضوع أن دندا بكسو قلينين وحيابها أما بدراسات كاي سميان رير قلبيتكو أو إويا هي موضوع ديني أو خاص أو مسلمين تقاروا لكن هذا وحيابها أن أغاري وحكم إذا مركان باري إن أي رير قلبيتكو آد أغفر في الصدان أفعاش أي مسلمين تو سميان أي سيدة شوكتدا أو قبطان إيا أسركا إيا سامين تأي كوية لطنو لشودة مركا سالة دي درسين باليلي أو دعا دي درسين أو قرآن أخرسكي درسين أو عمل كستو أول تشوكتي يو الله قبطو أو أي مسلمين تو قبطان إيا سامين تأي كوية لطنو سواء جسمي غبني آدمكا تركا إيا مستحدبة ويدرسين وحل أغاذي إن دعا دا دتك دعايستا أما بمسلمين بشكل عام دتك وغا دعايستا إيوالي بدعا دا آدك أوتشوكتية يقين تيدونا كبارن طهي إني نفسي يدو دا سامين فربضنا يبيا لطو كان يرى ضو حلوية غانا ديبراشن كاما بإكتئاب وايو لأنه وحل أولي يهي قفك بني آدم كي مركع إذبات صوف وتسارتو وحل غيابا إنا نفبين إني بني آدم كو أغادان وحيابها أما بعلي صدا حيستا ويوهو كبقية مر إن لغو عايو إن لغو دليلو إن إساقل دبلوغو أديك سدو سدا درتيد ددك مسلمين تي مركي إلهي سبحانه وتعالى بريايان عدون كان يوحو كل سوية هاي إلهي وحو أجي هاي إلو حال كيسو هراغي يهدوغو غورمو حالة المكتر مركا وحا الله إلها ددكاس دو عيستا وحا كي رابان حوايقان كبتك إني هبل كيسكو كيديان وواقوان إلهي سبحانه وتعالى حال كودي وبندغيا إذا مركان انفعالات كي كركودي كو إيماني حالة دودة سيدة طبن أساميني وحيابها ناي نفتو ديكو كيدنا يان أيام ميشا كبحيا كذب نقص كي مكالة دقية لأنه طبيعيا إنسان كو وحكست إسكو ما كيدن كرو وإنسان يعني ومخلوق بالشاوية الله قد طلق له إنه نفسه إنه حضله إنه وحا كتشرا وإسكو سوق صحرا سواء دلي مدى كتشرا هالنقضان قار سلبية أو يعني آن وناك سنين ونيجاتيف أما بها النقطة قار تغن أو بوستيف دريمو بوستيف أما بها دريمو تغن أو فيحن لابد أبو بجعلي إنو صو صار أو كهض لأو وعبيرو إلهي بس سبحانه وتعالى كو أبوري عواطف تانيو دريمو بها إذا مركا وحي ليهين مركا أو أدون كاني تحيسانيو أو مشكلة ديسي كهض ليو وحكد ديجية كبتي يعريري ونفتي سكوهي أو شيغان سكيدني إذا مركا حتى حالة دي نفس النفسية ديت أي قيب كقاعدة نساء تحد. هذا نسوق قلنو سيدي أي إنه دو هذا صاحب ولا نقطنا أو أي إنه لشينا أبرنا إسكوننا النقطة وأحمر والبين اللازمنا. حل قضب ما كسوكو بيا. هدي أدون سيد إنه دو هذا هرت اللقب ستك وإن بتصتها وقتي يدا أدقنا شاهي حصنان تكو جرتو إن الإلهي آدو بردو حلقة بات جرتي كم إذا سيزن كان إن حلقة اللبات هاي بانو ملاينا يا إيا حلقة الصدحات ما حصوصتين حلقة الصدحات هاي بانو ملاينا يا أنك جهد لني أهمية دا أي لا ذهي إنو قفكو يشو روتين عبادو أو تشوك تاء يصدي أسامة يسو وقتي أو قفكو رخاقة دقنا شاها يعني وقتي أو رخاقي دقنا شاها وكتشو سي أسامة يسمر كولي بعتقو دعقف وهذا روتين عبادة لحيد لنشا دور دان واحد نخونسا متكلة دقن وحصلا مرقي مشكلة دكو قوتي مادو وحلقا يابا إني كو سيف غرايسو يا عبادو إنكي أتسمين شرتي إن وقتك أي حالة دكو قوتي مادو وقلبك عاقو السقمو وو إلهي سبحانه وتعالى قلبك عاقات كيو إذن وحين أوبا عنا يكو إن أين دو حدا لنقونا صاحيب وإن وقتك استيسكو دينو إن أين دو حيسنو دو حدو ما هون انتو أدوب مير فرستوين ويدهو يا رب وحلقة يا بعضو شريب سادو فردية نظر إن هذا الكمبيوتر كاغا فرتان كيسا حتى بكا تسال لابتوب كاغا أفرتد إن ترادد إله وحكوية دي سرية إن دي فضوطي سعي المقا عن ربا إن مثلا بارو تصالي أهان عشر بان ربا إن دياريو بوركاس كاقو سيئ
marka ugu horeysan computerkayga soo qaado. Bismillaah, ilaah waxa ku weydiisanayaa inaad igu waafajiso khayrka mawduuca aan rabo maanta inaan ka hadlo. ilaahu ii yasir, ilaahu ii fududee, kadibna aan cala barakatillaah ku bilaabo. waxaa laga yaabaa inuu ilaah subxaana wa tacaala albaabo iyo yacni futuuxaad aanan islahayn way kuu furmayaan inuu ilaahay ii furo. marka waxaan karinayo waxaa laga yaabaa inaan idhaa bismillaah, ilaahu ii yasir, ilaahu ii fududee, hadday wax iga dhacaan bismillaah. daa'iman afkaygan dhikri iyo duco iyo adkaar ayaa ku xusan. idan marka duxada afkaagii baa wuxuu la qabsanayaa ducadii, iyo inaad lahaato awqaad ku gaar ah ood ilaahay la sheekaysato, la hadasho, yacni laxadaad khulwa baynaka wa bayn allah, aad ilaahay la qaadato. waxay soran waa dembi badan tahay, dhexdhexaagaa badan, ilaahay maxaad odhani, maado waxaa sameeyaad ilaahay hortegi. markaad ugu liidato eed ugu dunuub badan tahay, ilaahay kor fadhiiso, xaalkaaga uga waran, laanu markaasu qalbigaagu soo wada jeeda. marka xaaladaha qaar aad khulwo ka dhigato oo aad adigii ilaahay oo keliyatiin ood u waranto ilaahay subxaana wa tacaala, ma samayso wiigii hal maalinna ha noqotee. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa inooga qudwo ah arrinka. nebigu markii dagaalkii bader, siirada dadka aadka u akhriya garanaya, xarfiyan markaan akhrinayay bader, nebigu calayhi salaatu wasalaam sidau u ducaysanayay mashhadka siirada, aad baan idinku dhiirigelinayaa kitaabka la yidhaha Ar-Rahiiq Al-Makhtuum ee siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagaga waramayo. waa kitaab aad iyo aadna u fudud luqad ahaan, sidoo kalena sahlan in la fahmo. kitaabka siirada marka laga waramayo qiswat bader, nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo 300 oo nin wata oo reer qurayshood oo dhan isku soo urursadeen, siduu nebigu u ducaysanayay runtii yacni waad ilmaynaysaa. abuubakar baa radiallahu canhu arkay nebigu oo aad iyo aad iyo aad ilaahay u baryaya, oo gacantiisu ay saa usoo dhafi laadahay, oo yacni siduu ilaahay u baryayo ee u munaajaadka ugu jiro adyaadayso. markaasu wuxuu ku yidhi abuubakar nebiga, kafaaka munaajaata rabbika yaa rasuul allah, yacni iska kala jooji oo wuxuu ku yidhi isdeji rasuulkii ilaahayo, fa innahu munjisuka maa wacadad, wixii uu ilaahay kuu ballan qaaday ballan wuu ku oofinayaa buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala. yacni ilaahay wixii uu kuu ballan qaaday nebi maxamedo wuu kuu oofinayaaye, iska kala daa buu ihi waxaanoo barya ah. yaa markuu ka yaabay siduu nebigu u ducaysanayay iyo wakhtiga dheeruu ku qaatay ducada. idan ilaahay subxaanahu watacaala nebiga wuu oofiyey waxa uu u ballan qaaday. malaa'igtiiyo soo degaysa buu nebigu arkay, jibriiloo soo degaya buu arkay. markaasuu bilaabay inuu yidhaa allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allah. takhayal adigu, takhayal ilaahad maantoo dhan baryaysay, ducaysanaysay, ballan kuu qaaday, ballantii kuu oofiyey, inteebaynu ducooynaynu ilaahay ka baranay ifka ku aragnaa. idan nebi maxamed baa qudwo inooga ah duxada iyo siduu ugu adkaan jiray markasta uu xaalad yacni soo wajahdo iyo markastuu kala degan yahay. idan markaa waxa ugu weyne kugula dardaarmaya si aad ula saaxiibtid duxada waxa weeyaan inaad badsato maalintaada, inaad ilaahay subxaana wa tacaala arrin kasta iyo wax kastood qabanaysaba aad dadkiisa u celiso. goormaa duxada la ajiibaa waa su-aalaha soo noqdayaduna. kow, markuu qalbigaagu xaadir yahay. laba, markaad arrinka aad ilaahay ka rabtid ee doonaysad specifically wax muxayanaad rabtaa inaad ilaahay weydiisato, qalbigaaga intaad shaygaa ku soo ururiso ee aad ku bilowdid mahadcelinta ilaahay nebigana aad ku sallido, kadibna aad ilaahay weydiisatood qalbigaaga ku soo ururisid waxa aad rabtid, ood mar walba tiraadid yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif aslix lii shani kullah walaa takilni ilaa nafsi darfatahayn. ilaahu ilbiriqsigeedna naftayda haygu hadlayn inaad tidhaahdid ood baridid ilaahay subxaana watacaala. idan shaygii aad doonaysay ayaad qalbigaa ku soo ururisay. qowlka shayga saddexaadna waxa weeyaan inaad isku daydid inaad raadsatid waqtiyada ducada la ajiibayo, raadso waqtiyada ducada la ajiibayo, sida salaadaha iyo inta u dhexaysa eedaankii aqiimitaanka, salaada markaad ka baxdid, habeenkii saqda dhexe, muxuu hayay maxaa waqtiyada kale ilaajiyo, maalinta jumcaha, saacadda u dambaysa, eego adigu waqti kastood isleedahay, duxada waa la ajiibaya oo ilaahay bari.
وحن ملينيا وان ديري شرحة موضوع مانتا لكن وحن قصة أورونيا أم دو حدو أريم كان بوا وين أي نقبة هم هاي إني نقطة وحكا ميدا وحيابان ولشينا أقوم يمسن علاقات كا نيجاتيف كاين نولشينا كوتشرا دك اوان اكسنين نولشينا دبي ان سوغليه يي وحيابها سودن بيدير انو نكون كرتا يا قف ادون كدبا تلا ان كنولي مجرو اذا وين اوبا هن ماهين ان الله سبحانه وتعالى بارينو وتا واحد لين نوغا انبيياده قومم كودو سدي او دبي جيرين يي سدي اوو تيرسناين دحد يا ود حسوسه النبي كستابس ان الله سبحانه وتعالى وبري جيري تانا واحد دليل إنه وقع هارون إيه موسى مركو إلهي سبحانه وتعالى كيدو أطهق نحوها إيه فرعون محير راهد قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى إلهي نحكوري قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وانا مقليا وانا أرقيا أبو إلهي لأنيق إذن نجرى تمام؟ إذن إلهي ونا إن مقليا ونا إن أركيا حالك أين قصك النحي أمن يجيب المضطر إذا دعاه مركستود مضطر تحي وضباطي سنتحي والله إن أجيبي إن أقبلي إن نحري سنية خلاصة عشر كين وانت وحويان إن الإلهي سبحانه وتعالى يقين كبردي وأد كبردي مجعيسى مجيب يمجعيسى قريب لبا إن هذه قيسة تدود أغاتد إن الدعاء أسل كيد الطحي عباد ونبي واكلها الدعاء هي العبادة دعاء أيا بأه بريض إلهي أيا بأه عبادة لكو شيغيو إذن مركة دعاء سنة ستورت عبادات كتشرتا لبنا صامينتي نلشا هذا إيا باهيه أضلعيدو لنباد ربطين إلهي كو قفنيو إذن هو وحيا بها أقوى وين نلشا هذا إيا طباهم طحي صدح إن دعاد كلت شرت وقت كستة وأد رخاء يدجنان يحصل لان كل شرت سمرك أي حالا نفسي ريد وأدق كصوم مرتو أي كوقف ضد ذكرت إن إلهي بريدت تمام مر والبن إلهي إن أضاف لي إي أذو تاجن مر والبن دعاء ستد وإلهي سبحانه وتعالى ويدي ستد وخير كقوة فتشيو إن دو هذا أن مانتا إذن دوني إذن كغتلا وحويانا ولبرانينا إن تكدو عيستد ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي ربي ربي غيو تقبل توبتي وحاد أقبشا توبة ضيدة إيصو نقشة ضيدة واغسل حوبتي حمان طيدة ما إلهو إغميد أما إثمي جيدن بيغان كدعي إلهو إغميد وأجب دعوتي دو هذا يا بريضة إذا أعطوا برينا إلى أيوب إي أتشيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.